تمام، مش طبعا مش river. طيب اللي وراها means having something different or that nobody else has. حاجة معناها ان انت معاكي حاجة مختلفة او عندك حاجة مختلفة او حاجة تانية مش عند حد تاني، تبقى هي ايه؟ اصلا number 12 انت ما حليتهاش اصلا. ما كنتش عارفة. تمام. طيب اختيارات عندك نمبر ايه؟ ريد نمبر بي ارثر اللي هو المؤلف، سي هوسبيتابل، هوسبيتابل يعني ضياف، فاضل لنا سبيشال، سبيشال حاجه مخصوصه عندك انت بس، يبقى هي الاجابه ايه؟ ريجو الإجابة هي مايا. اللي هي ايه؟ سبيش مايا يعني بتاعها خط، بقول لك سبيشال means having something different or that nobody else has. عندك حاجة مختلفة أو مش عند حد تاني. تمام؟ يبقى أنا حطيت تمام خط تحت إيه؟ سبيشال. تمام. طيب الصفحة دي بقى تحت، بصي على تحت بي. أنا بقول إيه؟ I am very when I cross the road. بس خلاص شايفه. أنا ببقى إيه لما أجي أعدي الشارع؟ أنا أكون إيه؟ حاضر. حذر. حلو قوي. حذر دي مش يبقى مش care. إيه الفرق بين care and careful؟ careful حذر زي ما أنت قلت، اللي هو تهتم بحد. تمام، يبقى انت لما حاجه حذره دي تبقى careful. استنى لما نكتبها بقى، خلاص ده خلاص بقى الشربة. تمام، يبقى هتزودي ايه عليها يا مايا عشان تبقي حذره؟ خليها ايه؟ careful مش cared. تمام. طيب الرقم 8، my brother helped me carry the bag last week. My brother أخويا ساعدني أشيل الشنطة last تمام؟ تمام أشيل الشنطة، يبقى نحط الفيرب في الإيه؟ في الانفينيتي. No، أنا بقولك last week. طب أهل أيوه قولي. هلبت Yes husband. هو عندك فعل هتخليه في الباست عشان أنا قلت last week، يبقى helped هتزودي عليها ED. طيب تمام. لما number 9 يا آدم، بص كده number 9، those tools are very used for fixing our door. هنا use الصح بتاعها يبقى ايه؟ لما انا اقول الادوات دي تكون مفيدة جدا في تصليح الباب. يوسفول Useful. تمام. طيب number 10، my friend gives me a present yesterday. الصح بقى هيا مايا، gives الصح بتاعي بقى ايه؟ جيف yes spell جي اي بي اي دي ايه اجين يا مايا؟ جي اي في اي دي لا جي اي في اي. جي A V E عشان تخلي الباست بتاع جيفز جاف. ماشي، دي مشكلة في حفظ الايه الافعال. طيب دي كانت اكتر واحدة فيهم. بصي يا مايا، في واحدة بقى انا عايزة اوريها لك انت عملتي ايه. ثانية هدور لك عليها. بصي دي، بصي الصفحة دي،
Number 14, he verb to be short when he was young. فانت حطيتيها لي was aware. He تاخد was ولا where يا مايا؟ تمام. Again. was. تمام. يبقى he was short when he was young. هو كان قصير لما كان صغير. ما تحطيليش الاثنين يا مايا ابدا. انت كده ما صرفتيهمش. تمام كده ما صرفتيهمش. طيب ادم، مهم قوي يا ادم ان احنا نحل الحاجات اللي انا علمت عليها. كان اخر مره، اخر مره الحلوه دي اللي انتوا يعني طبعا دي كانت من زمن، انا حاسه اخر مره دي كانت من زمن. اخر مره كنا واقفين ان الجزئيه دي اللي انا معلمه عليها دي تتحل. فاكرين؟ Okay. لما اقول my parents in a two bedroom apartment تبقى ايه الصح بتاعها يا ادم؟ انا فاكره يا مايا ان انتي بعتي لي الجزء ده الوقت ده. أنا مش شايف. مش طب انا هقول لك يا ادم افتح انت ما عندكش الكتاب page 71 ما عندكش الكتاب صح؟ الشير برضو مش واضح معاك. لا واضح بس السؤال نمبر نمبر 8 بقول in my parents in a two bedroom apartment. كنت انت عامله الواجب ده يا مايا. يعني مامتي وبابايا عايشين في شقه اللي هي مكونه من غرفتين نوم ذات غرفتين غرفتين نوم. يبقى الصح مش ده اقول اللي ايه؟ باين مثلا، مش ده افتح اللي باين يعني عندي. اكيد. طب ما هي كده الصفحة دي أنا كنت بعتها لك في الواجب يا آدم page 71 معايا يا مايا؟ I'm sorry. Yes. اوكي. ايه الغلطة كنت انت غلطتي في نمبر 8 يا مايا؟ عارفة ليه؟ لأن هما my parents اتنين my parents يعني مامتي وبابايا، يبقى المفروض هنا ال present simple أخليه S ولا من غير S؟ اس لا مين اللي بياخد الاس يا مويه؟ present simple مين بياخد اس في ال present simple؟ الهي والشي والات حلو برافو عليك. الهي والشي والات. my parents اتنين ولا هشي ولا هي ولا ات. امال اخليها ايه؟ my parents يعني ازاي؟ تمام my parents يعني مامتي وبابايا، يبقى هما ازاي؟ يبقى ازاي ما تختار لهاش ابدا اللي فيها اس، نختارها انهي؟ المنبر اس تمام تبقى ليف. نس خلاص البيج مش باين. طيب تمام. انت عندك النت ضعيف النهارده يا ادم؟ تقريبا طيب تمام. طب بص نمبر 9 وات، وركز قوي. وات دو يو يوجوالي اون ذا ويكند؟ what do you where's ليه بقى؟ ليه ويرز؟ ليه؟ what do يعني قولي you كده اللي في دماغك. بص لا السؤال where انا عادي حاطه where 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 what do you usually wear on the weekend؟ انت دايما بتلبس ايه في الويكند؟ طيب نمبر 10 يا مويا she plays in the street she plays at home تبقى ايه؟ okay أقول مثلا always usually plays in the street she plays at home. تبقى ألو غلط طبعا. أنا بقولك هي بتلعب في الشارع، هي بتلعب في البيت، يبقى she never plays in the street.
هي عمرها ما بتلعب في الشارع. امال هي بتلعب فين؟ she plays at home، هي بتلعب في البيت. يبقى she never never plays in the street. هي بالمعنى يا مايا، هي مش فاهم يعني، هي قد ما انتي تركزي في المعنى بتاع الجملة. طيب number 11 يا آدم، which dish people sometimes eat with salad؟ دو ليه؟ انا بتكلم، خلي بالك على الديش مش البيبل. الدش يبقى داز تمام. which dish does people sometimes eat salad؟ طيب فول مدمس has meat in it. طيب مايا، فول مدمس اوكي نعم never. تمام، هينفع احط doesn't يا ادم؟ doesn't هينفع احط يا ادم؟ no because we have has excellent، برافو عليك، هايل هايل. طب احنا لو كنا حطينا doesn't has كانت هتبقى ايه؟ has كانت مش هتبقى هتبقى موجود يبقى لو انا عايز احط doesn't، الهاز كانت هترجع لاصلها، كانت هتبقى ايه؟ هتبقى have. yes تمام، يبقى لو انا اخترت doesn't كان لازم بعدها الهاز كانت هتبقى have، عشان كده doesn't غلط. السؤال number 12 ده للعيال الاسكي، خلي بالكم ان كل واحد هيفكر، طب انا عندي doesn't تنفع وعندي never تنفع. لا doesn't مش هتنفع، علشان لو انا احط doesn't لازم verb to have، الverb ده يرجع لاصله اللي هو يبقى verb to have، يبقى have. طالما انا مش حاطه have يبقى اختار never عادي. تمام، حلو قوي الجمله دي. طيب تعالوا بصوا نعمل read and complete the dialogue with the words from the books. عندي cook meal difficult share. تمام، what are you doing mom؟ I am making a، يلا يا آدم number one، I am making a، I am making cook لا meal I am making a meal، you cook very well، what is this؟ it's my own. هيا مايا، okay نسمة بتقول لها انت بتطبخي حلوة قوي، what is this، ايه ده؟ قلت لها it's my own book. okay يبقى كتاب ايه؟ كوك cook. تمام، it's my own cookbook. wow it describes different meals. yes I often receive with my friends. here تمام، sure. Can you make all of these? Yes, and I can show you easily. ممكن أعملهم وأوريهم لك بسهولة. طيب عندك number 3، هيا مايا ده homework، number 3 homework. Okay. أبعتهولك يا آدم after the session. Okay. Number 4، تعالوا كده put the words in the correct order to make sentence. We، يلا اللي عليه الدور، next. Okay. We always ما فيهاش always يا آدم. مال دي؟ اه دي we go to school on Friday we never لا احنا اللي قبلها يا آدم مش 5، احنا 4. we oh four we go to school from حبيبي، اوكي احنا نمبر 1، نمبر 4. وي دي اوكي يس وي
We eat we eat a فول مدمس with bread. Excellent, bravo. We eat فول مدمس with bread. تمام. Number two, Maya, what? مايا مش مايا مش موجودة، مايا خرجت أصلا. طب تمام، يلا نمبر 3 ادم وات. What would you like to cook? What do you Excellent. like? تمام، what would you like to cook؟ تمام، نمبر 3 grandma. Grandma Grandma shares تمام. her recipes with Yes. the family. Excellent. The family زي. With her family. المفروض ذا دي غلط. ذا دي غلط. اللي في ذا family دي غلط. المفروض يبقى grandma shares her receipts with her family. ليه سمعني تمام. كده؟ انا سمعت. تعالي to the correct answer. يلا number one يا مايا. He always. خلي بالك انا حطيت لك always ومعاكي هي. يبقى Okay. gone go goes going to school early. goals. تمام. number two يا آدم. number two حتى yes دوت ديرز اوف وايس هاز تمام. people صيادية with fish. خلي بالك خلي بالك يا مايا، انت عندك اوكي verb و adverb و frequency. مين يبقى الأول؟ make often ولا often make ولا make never ولا make usually؟ people فاكرة لما المرة اللي فاتت كنا بنقول ال adverbs of frequency بيبقى فين؟ بنحطه فين في الجملة؟ فاكر يا آدم كنا بنقول ال adverbs of frequency بنحطه فين في الجملة؟ الادفيرب بنحط ثاني after before the verb. Before the verb. عليك قبل الفيرب يا مايا. يبقى مين فيهم اللي صح؟ تأبي تمام. often make صيادية with fish. تمام. number four يا آدم. we go to school on Fridays. we never miss never never. excellent. we never go to school on Fridays. number five she speak, sorry she English and French well. she هي مويه. تمام speaks. هي طيب تعالوا بصوا بقى على الدرس الجديد. عندي lesson 3، عندي الكي vocabulary. يلا يا ادم let's read. Hazum built
such such تمام. okay. buttons yes sleeve slave. تمام جلابية slave ده اللي هو الكوم. yes جلابية scarf jewelry yes wrist خلي بالك، خلي بالك ال W هنا silent. تمام okay. ال W أحيانا، أحيانا لما بتيجي في أول الكلام أحيانا نقراها وأحيانا بتبقى silent. ال W هنا silent، يبقى هنبدأ من الحرف اللي وراها. تمام يلا. wrist yes sandals تمام sandals. sandals تمام. يبقى اللي انا عايزاهم في اول واحده انا هاخد كلمه بيلت. بيلت او ساش اللي هو الحزام، سيبك الحزام اللي بالعربي دي سيبك منها. يبقى بيلت بتساوي عندي ساش اللي هو الحزام، بوتونز سلايف جلابيه، سكارف جولري، ريست ساندلز. ماشي يا مايا، خليكي بقى ركزي معايا في الاكسترا فوكابلري. عندي وارم، وارم يعني دافئ. لوز، لوز اللي هو لوز اللي هو فضفاض او واسع. سيم يعني نفس الشيء. شوز حذاء. ستريبت مخطط يعني في خطوط، يعني الشكل اللي هو اللي بيبقى فيها مقلم كده. تمام. بريزنت هديه. لينن كتان. كول منعش. وايت ابيض. لونج طويل. ديفرنت مختلف. ليذر جلد. فيجيتيريان نباتي. لانجويج لغة. كافتان اللي هو القفطان اللي هو بيتلبس على الجلابية. تمام يلا يا مايا الاكسترا فوكابري. Okay, war, loss, same, shoes, strip, stripped. yes present, lane, yes cool, linen. linen, cool, white, long, different, less, less leather تمام جلد. ليزر فيجيتيريان yes لانجس language، language English language. تمام English language، French language ده كلمة لغة. وآخر كلمة كانت إيه يا مايا؟ كافتان. كافتان، كافتان اللي بيلبس، اللي بيتلبس على الجلابية أو اللي هو بيتلبس فوق أي حاجة من فوق، ده بيبقى مفتوح كده بيبقى اسمه كافتان. يلا يا آدم conjunction of verbs prefer. preferred talk told where where war تمام keep kept kept keep kept. معايا يا آدم مثلا قلت speak. كده it's okay speak. spoke spoken تمام important expression and preposition please read يا آدم. okay made from type of in hot weather special day تمام made from يعني مصنوع من type of نوع من in the hot weather في الطقس الحار special days. تمام طيب يبقى احنا قلنا sandals اللي هو الحذاء اللي بيتلبس في الرجل. كافتان عبارة عن ايه؟ تعالوا ممكن نقراهم. ال sandals these are a type of shoes they are sometimes made نوع من انواع الاحذية وبيكون مصنوع من الجلد. الكافتان it is this is a long loose top people wear it over جلابية، بيبقى معمول عشان الناس تلبسه فوق الجلابية وبيبقى loose top، بيبقى ايه top كده واسع في الفوط. It's made from cotton، بيبقى مصنوع من القطن. جلابية this is a long loose shirt worn by men or women، هو عبارة عن زي اللبس اللي بيبقى واسع
ممكن وطويل، ممكن الرجال تلبسه او السيدات تلبسه. It is often made from cotton، بيبقى مصنوع من القطن. His arms this is a type of felt، نوع من انواع الحزام. Worn about around a caftan، بتلبس حول الكفتان. Jewelry this is something you wear to look pretty، you wear it on your fingers around your wrist. الجولري اللي هي المجوهرات. طيب تعالوا نعمل pop quiz. I bought a new shirt with long، هي آدم is long cuff cuffton miss Yes, I am with you. cuffton كافتان؟ لا. I bought a new shirt with long. أنا لما أجيب الشيرت هيبقى إيه اللي معايا؟ sleeves with long sleeves، sleeves اللي هو وكمامه طويلة. تمام؟ مفيش أي حاجة توضح لك إن هو معاه كافتان. Number two. Number two am I. This is a long loose shirt. It's made from cotton. زي القميص الواسع الفضفاض ومصنوع من القطن، يبقى هو ايه؟ جلبي يس جلابية. تمام. Number three is a long loose top people wear it over الجلابية. شفت بقى over جلابية، الناس بتلبسه over، يبقى هو ايه؟ كابتن Again كابتن Number three again يا آدم. كافتن Yes, كافتان. Women usually wear made of gold to look pretty. حاجة دايما الستات اللي بتلبسها. Made of gold. جولا جولاري Jewelry. Yes. Girls like to wear long clothes. long البنات بتحب long طويلة وتكون ايه clothes close loose wooden metal same. لو الهدوم لو تكون طويلة وايه لو لوز أجيني يا آدم. لوز لوز. لوز تمام تمام نمبر 16. My bag is made of My bag is made of wood. wood. My bag is made of wood. صنع من الخشب يا مايا. بي leather. تمام جلد. Okay. Number seven, my jacket has colored. With colored تمام. buttons. مش with has buttons. تمام. زراير ملونة. طب تعالي نشوف الأوديو سكريبتس. Why did ancient Egyptians wear white clothes؟ ليه قدماء المصريين كانوا بيلبسوا هدوم بيضاء؟ تمام؟ يلا يا آدم انت اقرا بليز البريزنتر. ده البريزنتر ده اللي هو الايه؟ اللي بيقدم البرنامج او بيتكلم، المقدم. قال ايه بقى؟ مش باين خالص مش شايفه؟ طيب انا لازم هقرا يا تبدل آدم. قبلها. لا خلاص باين باين
It's okay, يلا. Hello. Hello and welcome to Presenter. Okay. Hello and welcome presenter. Okay. Hello and welcome to Radio Now. What did people wear in the past? And what are they wearing now? Today I am talking to Dr. Samir about clothes in Egypt. Hello, Dr. Samir. تمام، هنا بيقدم البرنامج بتاعه، بيقول أهلا وأهلا بيكم في الراديو دلوقتي. زمان الناس كانت بتلبس إيه ودلوقتي بتلبس إيه. today النهاردة أنا بتكلم مع دكتور سمير على الكلوث إن إيجيبت، الملابس في مصر. هلو دكتور سمير. دكتور سمير قال له هلو، أهلا. يلا يا مايا، البريزنتر هنا قال إيه؟ So when we think about an entire Egyptian clothing, it's often تمام، listen. so okay so when we think about in okay listen to me Amoy. so when we think about ancient Egyptian clothes، تمام، it's often quite simple isn't it. لما احنا بنتكلم على ملابس المصريين القدماء وازاي كانوا بيلبسوا، دايما كانوا بيلبسوا حاجات simple، quite simple، الى حد ما بسيطة isn't it، مش كده؟ قال ايه هنا دكتور سمير يا ادم؟ Okay. Yes, that's right. We have lots of old paintings that show yes. people wearing loose white linen. White is a good color to wear in hot weather, and loose linen clothes help to keep you cool. تمام، قال له yes that's right، ايوه صح. we have lots of old paintings، يعني عندنا لوحات قديمه. show بتوري ان الناس people wearing loose white linen، كانت بتلبس لبس عباره عن كتان ابيض فضفاض او واسع. white is a good color to wear، لان هم كانوا بيلبسوا الابيض علشان اللون دوت مناسب او جيد ان احنا الناس تلبسه in hot weather، في الطقس الحار. and loose linen cloth to help to keep you cool، واللبس الكتان الواسع او الفضفاض كان بيخليهم يفضلوا ان هم ايه cool، يعني جسمهم بارد. قال له I see، and what other things did people wear at that time؟ طب الناس في الوقت ده كانوا بيلبسوا ايه تاني؟ قال له many ancient Egyptians wear sandals on their feet، الناس كانت بتلبس ايه؟ حذاء كان اسمه sandals، اللي هو بيبقى مفتوح. these were made from leather، كان مصنوع من الجلد. and they wear lots of jewelry too، كانوا بيلبسوا كثير من المجوهرات أيضا. it was important to look beautiful، لأن هو كان عندهم من المهم إن شكلهم كان يبقى جميل. so how are things different today؟ طيب كيف اختلفت الأمور دلوقتي أو الآن؟ تعال نشوف بقى. خلاص دكتور سمير معايا يا ادم؟ yes. الصفحه دي ظهرت عندك page 77. yes. تمام، طب يلا اقرا بتاع دكتور سمير. will there's lot more color in traditional Egyptian clothing today, but many people still prefer loose clothing in some parts of Egypt. It's a traditional for men and women to wear the galabeya.
آدم لحظة لحظة، أنت كل مرة بتقولها وير، هي وير، لازم تفتح where بقك شوية. ليه؟ لأن وير معناها غريب، strange، حاجة strange. لما أقول لك that's so weird يعني غريبة شوية، إنما هنا هي where، لازم تقولها كده يا آدم. خلاص، يبقى it is traditional for men and women to wear the جلابية. to wear the galabeya, which is long and flows with long sleeves. Men sometimes wear a striped kaftan over his with a hizam, which is a colored sash around their body. Men and women also wear items on their heads, such as scarves on different styles, on hats in some styles too. Men and women often wear more modern clothes, such as dresses and shirts, or dresses and skirts. تمام. Well, there is a lot more color in traditional Egyptian clothing today. النهاردة في ألوان كتير، ماشي، traditional تقليدية في اللبس أو الزي المصري. But many people still prefer loose clothing. ولكن في كثير من الناس ما زالوا بيفضلوا اللبس الفضفاض. In some parts of Egypt، في بعض المناطق في مصر، It's traditional for men and women to wear the galabeya. التقليدي أو المعتاد للرجالة والسيدات إن هما بيلبسوا الجلابية، which is long and loose، بتكون إيه، طويلة وفضفاضة، with long sleeves، مع أكمام طويلة. Men sometimes wear striped kaftan over this with a hizam. إن في رجالة بيلبسوا اللي هو القفطان المقلم عليها، ومعاه ايه، الحزام، وعليها الحزام، which is a colored sash، الحزام ده بيبقى colored، ملون، around their body، حول جسمهم. Men and women also wear items on their heads، بعض الرجالة والسيدات بيلبسوا حاجات items على راسهم، such as scarves، scarves يعني وشاح، أو يعني جمع وشاح، or different styles of hats، أو أنماط مختلفة من القبعات. In some cities، في بعض البلاد، suits men and women often wear more modern clothes، في بعض الرجال والسيدات بيلبسوا هدوم أكثر موضة، يعني أكثر modern، more modern، such as trousers، زي البناطيل، and shirts، القمصان، or dresses، والفساتين، and skirts، الجيبات. تمام. طيب، look, listen and read. This is Hannah. دي هانا. Today she is wearing، النهاردة هي لابسة، a blue dress، فستان أزرق. She usually wears a t-shirt and a skirt، دايما بتلبس t-shirt with skirt، جيبة. But today is a special day، النهاردة يوم خاص بها. She is celebrating Eid al-Fitr with her family، هي بتعمل إيه بقى النهاردة؟ بتحتفل بعيد الفطر مع أسرتها. تمام؟ مايا، yes، ايري بتاعت ادم، okay، this is Adam. Today he is helping his mom make full madams. They often eat meat, but today they are making a vegetarian. Vegetarian recipe. This is Adam. The Adam. Today هو بيساعد مامته، بيعملوا فول مدمس. They often eat meat. دايما بياكلوا لحمة. But today، ولكن النهاردة، they are making a vegetarian recipe. بيعملوا وصفة نباتية. تمام؟ طيب، النهاردة عايزين نعمل ايه بقى يا أولاد؟ بنقول الفرق بين ال present simple وال present continuous tense.
تمام. فاكرة ال present continuous يا مايا؟ مايا Yes. فاكرة ال present continuous Yes. بيتكون من ايه يا مايا؟ المضارع اللي هو المستمر. Yes, I know. Yes, I know. أنا عارفة الاسم بتاعه بيتكون إزاي. يعني لما Okay. تبقي عايزة تعملي جملة في present continuous tense تعمليها إزاي؟ Miss Santo, I know. تمام. Just a minute يا آدم، لو هي ما عرفتش أنت هتقولها. أوكي؟ عارفة ال present continuous. طب هسألكوا سؤال تاني يا أولاد، امتى بنحط جملة في present continuous tense؟ امتى؟ امتى بنستخدم ال present continuous tense؟ طيب السؤال ليك يا آدم، امتى بنحط الجملة في ال present continuous tense؟ لما يكون Yes. لما يكون الجمل، يعني لما يكون حاجة أنا دايما دلوقتي بعملها، يعني حلو قوي. بعملها. حاجة بتعمل بتحصل دلوقتي حالا زي ايه يا ادم؟ ايه الكي ووردز اللي بتبقى مع البريزنت كونتينوس تنس؟ زي now look listen watch out now at the moment. اكسلنت. تاني يا مايا، يبقى اول حاجة يا مايا احنا بنستخدم ال present continuous tense لما حاجة بتكون بتحصل دلوقتي، something that is happening now، حاجة بتحصل دلوقتي. ال keywords بتاعت ال present continuous tense look listen watch out now at the moment. بنعمله ازاي بقى يا ادم ال present continuous tense؟ نحط am or is or are. ال am بلس بتيجي مع I، وال is she he it، وال are تمام they we you. تمام يبقى verb to be plus ايه يا ادم؟ ما كملتش plus الجملة. ing plus verb plus ing. مايا give me example the ing. about present. excellent. مايا اديني example على present continuous tense. اعملي لي جملة في present continuous tense. يلا يا مايا. معايا يا مايا؟ طب آدم What؟ Okay. give me example on present continuous tense. أقول يعني أقول جملة. sentence يعني صح؟ yes Okay. I'm playing now. I am playing football No. now. ماشي تمام. حلو يا أنا. Another example، بس بلاش I am، غير I am. Okay. He is reading a book. He is reading a Reading. book. حلو. طيب بصي يا ادم على الجمل اللي هم حاطينها. I am talking to Dr. Samir. She is wearing a blue dress. شايف؟ She is wearing a blue dress. انا مطلوب منك الجمله اللي هي She is wearing a blue dress تعملها لي in the negative. خليها لي in the negative يا ادم. Okay. He isn't wearing a blue dress. Excellent. طيب I am talking to Dr. Samir in the negative. I'm not talking to Dr. Samir. Excellent. طيب I am playing football now in the negative. I'm okay.
I'm playing in I'm playing football now. I'm Yes. not playing football now. Excellent. He is reading a book in the negative. He isn't reading the book. Excellent. طب عايزين نخليها integrative sentence. Integrative. Do you know what I mean by integrative? يعني question. عايزين يعني نعملها question. question. تمام؟ طيب ازاي لو هي مثلا هناخد example she's wearing a blue dress. قلت لك make a question تبقى ايه؟ Is she wearing a blue dress? Excellent. طيب he is reading a book. Question. Okay. Is he reading a book? Excellent. طيب الاكزامبل ده he isn't helping his dad in the garden. فالمفروض الجملة تبقى he is helping his dad in the garden. أنا عايزة تعمل منها integrative. Okay. Is he playing Helping. helping his dad in In the the garden. garden? تمام. طيب اللي فوقيها we aren't doing our homework. تمام. أنا عايزاها integrative. Okay. Are we doing our are you doing تمام ممكن. تمام. your Excellent. homework. Excellent يعني. طب لو هنحط ال WH question. ال WH question. يعني هنا عمل ايه؟ What are they wearing now? بنعمل ايه بقى يا ادم؟ بنحط ال WH question بتاعنا وبنمشي بقية خطوات ال integrative. يعني هنا he is reading a book صح؟ لا انا عايزة اعمل سؤال ب what. ماشي يبقى المفروض أول حاجة أشيل كلمة book لأن هي دي الإجابة وهعمل السؤال أو يبقى what is he reading يبقى معناها هو بيقرأ إيه. يبقى أنا اتبعت الخطوات الآتية. أول حاجة حطيت ال WH question، عملت المقص بتاعنا في الانتجريتيف يبقى is وبعد كده he، وحط reading وبشيل book عشان دي الإجابة. طيب I am playing football now. أنا عايزاها دلوقتي integrative. اوكي What هتعملها؟ هتعملي WH question بوات. اوكي ار يو لا بلاينج فوتبول؟ ماشي هو ده السؤال. What are you playing. انا عايزه WH question يا ادم. What What are you playing? What يا آدم؟ حط what، استخدم what. What are you playing? تمام. What are you playing. Excellent. تعالى بقى نرجع تاني على present simple بقى بسرعة كده نفس الموضوع. امتى انا هستخدم present simple؟ Do you know present simple؟ امتى؟ لما تكون حاجة أنا ده أنا بعمل Yes. بعملها دلوقتي. No. لا مش ال present continuous يا آدم. أنا بقول present simple. Present simple. إمتى بستخدم ال present simple؟ مش لما حاجة تكون بتتعمل دلوقتي، لأ. لما بتكون habits and facts. يعني إيه habits and facts؟ يعني حاجة أنت بتعملها بشكل روتيني. تمام؟ أو facts. Facts يعني إيه؟ يعني حقيقة علمية scientific facts. الحقيقة العلمية مش بتتغير. يعني لما أنا أقول the sun rise مثلا at 7 o'clock in the morning. تمام؟ the sun rise at 7 o'clock in the morning. يعني الشمس بتشرق الساعة 7 الصبح، دي حقيقة خلاص ما بتتغيرش يا آدم. الشمس مش هتشرق 6 المغرب ولا هتشرق بالليل. يبقى إحنا هنستخدم ال present simple لما يبقى scientific facts or habits. What the meaning of habits؟ يعني عادات احنا بنعملها، ممكن تكون every week, every month, every morning, every day, every year.
كل سنة مثلا بنعملها، بس هي habit. يعني لما أنا أقول لك my father drinks coffee in the morning، يعني بابايا بيشرب القهوة في الصبح، خلاص أنت عرفت إن دي habit هو بيعملها. خلاص آدم، آدم does his homework after school. آدم بيعمل الواجب بتاعه لما بيرجع من المدرسة بعد المدرسة. خلاص ده habit عند آدم إن هو بيعمل الواجب لما بيرجع من المدرسة، تمام، ما بيأجلش الواجب. يبقى الهابتس ممكن تبقى every week، ماشي. أقول مثلا we visit our grandma every week، إحنا بنزور جدتنا كل أسبوع، يبقى هي دي الهابت روتين. خلاص عرفت إمتى بنستخدم ال present simple لآدم؟ Yes. طيب تمام، ممكن تقولي بقى إمتى؟ لما يكون حاجة habit دايما يعني تمام، أو habit or habit or تقولي facts or scientific fact. تمام، الاتنين صح، يا حقيقة علمية يا إما حقيقة. تمام، بنعمل إيه بقى يا آدم؟ بنعمل إيه؟ نحط بنعمل ايه عشان الجملة تبقى في present simple؟ بنعمل ايه؟ فاكر؟ يس لا ال does بيبقى he she it would do تبقى I we they I we you they. تمام، لما نيجي ننطق بنحط على الفيرب اس لو هي does، انما لو دوش بنحط حاجة. تمام، هشرحها لك، الخصها لك اكتر. لو احنا عندنا البرونون هي شي ات، يبقى احنا بنزود على الفيرب اس اي اس اي اس. تمام، يبقى لو عندي البرونون هي شي ات بزود اس اي اس اي اس. طيب لو البرونون عندك اي يو وي زي، نعمل ايه؟ اي يو وي زي ما بنزودش حاجه، ونحط الفيرب زي ما هو. تمام، اقول they often eat meat. معايا يا ادم؟ Yes. طيب ليه هنا خليتها eat ما زودتش؟ عشان هنا البرونون بتاعي كان زي. حلو، الاكزامبل اللي وراها هي يوجوالي هيلبس هيز مام، هيلبس هيز مام، هو دايما بيساعد مامته. تمام، يبقى احنا حطينا على الهيلب زودنا اس عشان البرونون بتاعنا كان ايه؟ كان داز كان هي، كان هي حبيبي. تمام، يبقى البرونون لما بيبقى هي اور شي، هي شي بنعمل ايه على الفيرب؟ هي شي بنحط اس او او اي اس او اي اي اس اكسلنت. طب لو البرونون اي يو وي زي، اي يو وي زي هيبقى، ومش هنحط اي حاجة تمام. زي طب لو عايزين نستعمل نعمل نيجاتيف، نستخدم ايه يا ادم؟ نقدر نستخدم نوت ونضلع الدو والدرس. تمام، يبقى يا نخليها doesn't يا نخليها don't. مين هياخد ال doesn't يا آدم؟ وياخد الدبل هي شي ات excellent. مين هياخد ال don't؟ دونت زي يو وي اي. حط ال don't وال doesn't فين في الجملة يا آدم؟ after the pronoun Again. after the pronoun before the verb. تمام، before the verb. تمام، والverb وقتها لو هي doesn't الverb يرجع لإيه؟ لو هي doesn't الverb يرجع للإنفينيتيف، بنحطه في الإنفينيتيف، يرجع لأصله نحطه في الإنفينيتيف. حلو قوي يا آدم. طب لو هنعمل question نستخدم إيه؟ هنستخدم دبليو اتش كويستشن، وبعدها بعدها داز او دو. حلو قوي. ولو انا استخدمت داز الفيرب هيرجع لي ايه؟ الفيرب هيرجع للانفينيتي. تمام، طيب الكي ووردز يا ادم اللي بتقول البريزنت سامبل، الكي ووردز بتاعته؟ الكي ورد always يس usually often never
every sometimes. Excellent. Always, usually, often, never, never يعني أبدا, every, sometimes. طبعا إحنا قلنا المرة اللي فاتت always يعني الهابت دي أنا بعملها 100%. تمام؟ يعني لما أقول لك I always go to school by bus. أنا دايما بروح المدرسة بالأتوبيس. يبقى الهابت دي أنا بعملها كم مرة؟ كم 100%. تبدأ تقول usually تبقى 80%. لما أقول لك she usually drinks milk in the morning, يبقى انت تعرف هي مش دايما بتعملها بس بتعملها بنسبة كبيرة. تمام؟ ترجع often تقل تبقى 60%. تمام؟ اقول she, اقول لك he often plays football after school. هو دايما بيلعب كورة بعد المدرسة. يبقى بالتالي كل مادة دي بتقل. كلمة never, never يعني 0%, يعني الحاجة دي ما بتتعملش خالص. ماشي يا آدم؟ ماشي تمام؟ ده الفرق بين ال present simple وال present continuous. تعالى كده نشوف نحل اللي هو to the correct answer from A, B, C or D. لما أقول لك I am to the post office تبقى إيه يا آدم؟ I am to the post office. I am yes, Audi. I am go. أيني آدم, I can't hear you. Go. Going. Yes, I'm going to the post office. تمام. طيب, number two. Excellent, يا آدم, برافو عليك. Number two, they are hands at the moment. Okay. خلي بالك, at the moment. At the moment. At the moment. دي حاجة تحصل. Cooking. Cooking. تمام, they are taking hands at the moment. بيرحبوا ببعض وماسكين ايديهم بيهزوها. تمام, number three, my mother coffee now. My mother make my friend. Oh, my mother makes. No, انا بقول لك now يا ادم. Now. Now? Oh, now. My mother is making. Make? Is making. A, B. Making is making. تمام. My mother the dishes at the moment. Okay. My mother. Is. تمام, is ايه بقى؟ Is washing. Excellent. Number five, she doesn't brother. وخلي بالك انا حطيت doesn't, يبقى الفيرب بيرجع لأصله. It doesn't. Have. Yes, excellent, have. Bravo عليك. Number six is the journey usually an hour. The they لا مش they أصلا. The journey usually an hour. Oh, takes.
Excellent, bravo عليك. Number seven, they tennis every weekend. They tennis. Oh, every weekend. Yep. They play. تمام. Hello, are you for a bus? Hello, are you for a bus? Are you waiting? Waiting. أجيني يا آدم. Waiting. يس تمام. Waiting. Waiting. I am my lunch right now. I am eating. Excellent. My sister is studying English. My sister is. Excellent, برافو عليك. Number two هيبقى homework يا آدم. تمام؟ It's okay. وحل الشيتس بتاعت المرة اللي فاتت قبل ما تبدأ الواجب بتاع المرة دي. It's okay. Okay. يلا goodbye يا آدم. Bye.